أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 3 ركعة، السؤال: هل يوزع هذه الركعات على ساعات النهار أم أنه يسردها متتالية في وقت واحد؟ ما هو موزع على ساعات النهار، يصليها ما بين ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس في وسط السماء، هذا وقت قضاء الوتر. نعم.